أحبائي المشاهدين، تحيات الرب يسوع تكون معكم. بحييكم اليوم تحية خاصة، تحية الصوت الرائع، الصوت الجميل، أجراس عم تقرع، حاملي بخور الوادي المقدس وعظمة الجبال العالي في لبنان المكللة بالثلج والمجد والأرز، صوت الأب شرب الشهيد. ما رح أحكي كثير قديش الله عطاه مواهب صوتية، عم بيعيد عظمة كتير كبيرة من تاريخ لبنان بتذكرنا فيها هي عظمة وديع الصافي، بالوقت ذاته عظمة الرسالة. راح على آخر الدنيا يحمل رسالة الرهبانية اللبنانية المارونية بالتوكومان بالأرجنتين، واليوم عم بيطلع درة تحفة، أيقونة موسيقية جديدة بنهر هالألحان اللي موجود، أعاد إلى الأصالة من ألحان هو شخصيا وأحيانا من كلمات متعددة لأبونا روفيل مطر أو لرياض أو للأستاذ وديع أو لأي شخص آخر أبدع بهالإبداع العظيم اللي هو بده يحكي عنه. خلينا نبلش نحن وياه بالبداية بالصلاة. يا يسوع إني أثق بك، اغفر وسامح صلبي لك، أيتها الرحمة الإلهية ألهب قلبي بحبك. يا يسوع الرحوم ارحمني، يا يسوع الرحوم ارحمني، خذ قلبي وعقلي لك، وحشة عمري من دونك. يا يسوع إني أثق بك، أثق بك، أنجدينا يا أمنا ساعة يحين الأجل، وتطلب الوديعة ونودع بالبكاء والقبل. أنجدينا يا أمنا يا عزانا في حزننا، يا عوننا في ضعفنا، يا رحمة في ضيقنا. جميل جميل جميل. أنجدينا يا أمنا الآن وفي ساعة موتنا. أمين على الصوت الجميل. هاي المناسبة يا أبونا يوسف بتذكر رفقتني وقت رحيل الوالدة، وقت اللي توفيت أمك وكتبت هالدعاء هالصلاة وقدمت لي هون. هذا أبونا يوسف هيكي كنت تحب أمك الله يرحمها، كتير كنت تحبها ومؤثر فيها وبتدعيها دايما. موت أمك ذبحك وبعدك مشتاق لها وبتحن لها، يعني قضينا كل الايام تحكي عن امك، شو إلها دور، شو إلها دور بالمتن بالاخويات بالرساله اللي هي فيها. خلينا اليوم اذا بدك كيف بلش هالشغل ابونا يوسف. انا بشكر ربي على كل شيء، على الحياه، عطيني عائله واهل شجعوني تكون لربنا، تكون لكنيسته. بشكر ربنا على الرهبنة اللبنانية يلي فيها تعبيت كتير اشياء، تعلمت كتير اشياء. بشكر ربنا على اشخاص بحياتي علموني الاستمرارية، ما استسلم.
بشكر ربنا عشت معك هالفترة ببيروت من بعد ما كنا تلاميذك بالجامعة. يا عيب الشوم. رجع ربنا أراد إنه نلتقي ببيروت ونعيش سوا، وببيروت كانت جامعة تانية من غير نوع. تعلمت من شخصك كتير بونا يوسف، والنتيجة هو كلماتك يلي عشتن ورتلتن من كل قلبي. هالعمل هيدا أساسه أكيد ربنا والهمات الروح القدس، وربنا هيك رايد، ربنا سامح هيك يصير. لأن أنا ما كنتش حابب فوت بهالمشروع وما كان عندي هالرغبة. لما سمعتك هونيك يوم عم تقلي شربل هيدي خطية. إيه هاي خطية إذا ما كتبت ولحن. إذا ما بتعطي اللي ربنا أعطيك، وأنا مآمن بهالشي. بس هالصعوبات اللي مرقت علي مثل كل إنسان بيمرق علي صعوبات. اليوم بدي أعزيك كمان بمطرار لومبو جاودي، الله يرحمه، مش عم بطلع من الموضوع بس تقلك إنه كلمته عجبتني من فترة، وحضرتك من يومين كمان بكتاباتك بالديار وبالتلفزيون، إنه هالشخص حكي مرة عن الصليب ولا أروع. بطبيعتنا مش رح نقبل صليب، بس ما فينا نعيش بدونه، بدنا نعيشه لأن الصليب هو بده يوصلنا. حلو كتير. فبقى كل هالصعوبات اللي مرقت فيها، وكل إنسان بيمرق بصعوبات، خلتني أوصل لهالقناعة من خلال كلمتك إنه شربل هيدا العمل بدك تعمله. حلو كتير. ولمن أول لحن كان مختارة يا مريم وقت داعيوك تتحكي كلمة بعيد سيدة البشارة اللي هو العيد الموحد بلبنان، وإن شاء الله العذراء هي الأم بتجمع يكفي أكتر بعد ويجمعنا أكتر. فبقى كانت وقتها مختارة يا مريم كأرز لبنان، مصطفاة كآية الآيات. حلو كتير. مختارة يا مريم كأرز لبنان، كأرز لبنان في القلب أنت، وعلى مفارق الطرقات حارسة الأبواب، سامعة الآهات الآه أم الحياة كنز النعم. السلام عليك، عليك السلام يا مريم مباركة أنت بين النساء. السلام عليك يا مريم، السلام عليك يا عذراء، أيتها الأم النقية والبتول البهية، مباركة أنت بين النساء. لأجل ذلك أبونا هول الكلمات خلوني أطلع وأعطي. أبدعت فيهم، أبدعت. خليني أقول لك ستركتير الكلام اللي أنا بكتبه. الإيحاء الأول هو من الكتاب المقدس، وبتلاحظ كيف بيصير في ترددات جمل من الكتاب المقدس من دون ما تعرف. الإيحاء الثاني من العقائد، تمرق العقائد بسرعة. الإيحاء الثالث بيكتب على أساسه الليتورجية، خاصة الليتورجية المارونية. الإيحاء الرابع هو من معاناتنا اليومية. من هون عم بقول مثلا حضرتك عانيت من موت أمك، عانيت من فراق الأحبة، عانيت من تشلعك وقت اللي سافرت كمان يعني، وانت رقيق، طبعك رقيق حنون، وردة أنت. بتسمعنا وردة أنت؟ كل بيت بإذن الله. هيدي قصتها كمان حلوة. كنت رجع من معونات وقتها، أكيد كل إنسان أمه بتعني له أو بيه حدا من العائلة، بس الأم إذا ربنا دخيل اسمه حب يكون عنده أم، وعيش بأحشاء أم، ورضع حليب أم، ورافقته أمه حتى الصليب. معناتها مين نحن
قدام الله يلي حب الام وحب العائله. واذا هالكنيسه عم بتصرخ وتقول يا خي العائله والام وتعاليمنا وكنيستنا ومسيحيتنا بتدعي للعائله والمجتمعات الكبيره عم تفقد الام وتفقد العائله وعم يوصلوا للحد، فبقى نحن عنا عقيدة الأمومة. الأم هي معلمة، وخاصة إذا كانت بتخص ربنا وبتعلم كلام ربنا، نتيجة تعليمها ربنا بيدعي حدا من أولادها لكنيسته. هيدي الكتابة بونا يوسف موانس، بروفيسور يوسف موانس، من شافني راجع هونيك يوم المعونات هيك الدمعة بعيني تحول كل شيء إلى رجاء هلأ وإلى لحظات انتظار يوما ما منلتقي كلنا السماء إذا ربنا سمح. وردة أنا عشت ما تعيش الورود، لحظة صباح دعاني إلى عرسه، قطفني كزهري أقاح، كزهري أقاح. أنا لم أموت، أنا لم أموت، عبرت إلى الجهة الأخرى لملاقاته. وشحوني وشحوني بالبياض لرداء، هناك أنتظركم، هناك أنتظركم، قد عبرت قبلكم إلى الصباح، الله الله إلى الصباح. الله سبحان العتيق هالصوت، سبحان العتيق هالصوت. كانت مناسبة هيك نعبر بكلمة، عطتنا اللحن كلمتك أبونا هي خلتنا نرتل ونلحن. سبحانك عندك إحساس كأنك مجموعة جراس عم تقرع بالوادي المقدس. لهالسبب ما كنت بعيد حتى عن الألحان التقليدية، التراث عشت تجذرت فيه. عطينا شي لحن تقليدي أبونا يوسف متجذر فيه لأجل كلماتك. كنت مرة برسالة للرهبنه بفنزويلا، كانت بعده البلد رايق، ما كانش في مشاكل قبل الانقلاب العسكري اللي صار، كان البلد بعده رايق. ورسالتنا والموارنة كتار هونيك، في 15,000 عائلة بين من صغارتها أغلبيتهم ومن والضواحي وقضاء صغارتها ومن طرزة عيال مارونية شمالية بعدهم محافظين هونيك. سمعت ألحان كتير وتعلمت ألحان قديمة مارونية بعدهم جايبينها معهم، كانوا من وقت الهاجروا عم بيسرطلوا كانوا الطالبة وهي. وسمعت عم بيقولوا صلاتك معنا بس غير لحن كليا يعني، لفتني ضليتني حافظه. صلاتك معنا يا أطهر العباد، كوني لنا عونا حسب المعتاد، هو ذا حالنا للتلف أشرف، ارحمينا يا بريئ من الفساد. نايح وارحم نفوس الراقدين بحياة الخلود أبد الآبدين. رب
ربنا نمجدك، رجانا نعظمك، أملنا نسبحك لدهر الداهرين. جميل جدا جدا. سمعنا شيء من كلمات رفيل مطر. بنا رفيل المبدع الخالد، اللي هو أنا بعتبره أكبر من المتنبي، كتب كل الطقوس هو بنا حنا خواند وحنا أمير، الله يرحم حنا أمير ويرحم بنا رفيل ويخلي أبونا خواند. يعني أبونا من كم يوم كرموا الأبيتي طيب 50 سنة لتأسيس معهد الدورجية، وكنا هوني وذكروا اسم حضرتك. هالأكيب اللي عمل هالنهضة بكنيسة المارونية من قبل الكاسليك والملهمين، أنا ملهمين حطوا كل علمهم وطاقتهم واختصاصاتهم لخدمة الكنيسة والتاريخ والتراث. بيقول بنا رفيل عن مر شربل: يا شربل الأرز الشوامخ قوم، شو حلو بحبها كتير، يلثمن عرش العز مرتعشاتي، وحفيفها حفيف الأرز مع الهوى والنسيم في مسمعيك مرنم. الأرز عم برنم بأذنين مر شربل، حملت دعاك إلى هنا نسماتي. جميل، سمعنا. يا شربل الأرز الشوامخ حوام، يلثمن عرش العز مرتعشاتي، وحفيفها في مسمعيك مرنم، حملت دعاك إلى هنا نسماتي. أيام كنت بجوف جذعي تختفي تبغي الهدوء لخشعة وصلاتي، تبغي الهدوء لخشعة وصلاتي. فيك كأنك عم بترجعني، بتذكرني زل وديع، يعني أكيد مدرسة أبونا وديع طلق بكنيسة وهو ماروني وروحانية المارونية. بارح كنت مع أولاده أستاذ جورج وأنطوان، عم ناخد إذن بدنا كمان نرتل ترتيل له. كل الوقت الحديث كنيسة فلان، دايرة فلان، رعية فلان، إنه عيشوا بجو ماروني كنسي مسيحي مشرقي. كمان بكنيسة المخلص ببيروت كان بعده صغير وديع رتل بالكنيسة هونيك، إنه انطلق مع ببركة ربنا الإنسان. حلو كتير، كان جاي بده يرتل للعذراء من كلمات رياض نجمي. فينا نسمع شو بده؟ 100% هيدي لوحدة اللبنانية عملها. جاي بعيدك رش زهور عدروب الإنساني، اترجاكي يم النور تهديها اللبنانية. عيدك عيدي وعيد الناس، عيد اللي بيحبوا الإلفي، جينا حتى ندق جراس لعند العذراء نلفي. عطينا هدية لكل الناس من الزيت ولنو ندفي، تتوعي فينا الإحساس ونضوي الشمع المطفي. جاي بعيدك رش زهور عدروب الإنسانية، اترجاكي يم النور تهديها اللبنانية. حلو كتير. لكن انت اليوم بالأرجنتين، خبرنا عن رسالتك بالأرجنتين، وين وكيف وقداش عدد الموارنة واللبنانية هناك؟ أبونا يوسف نشكر ثقة الرهبنة إخوتنا الرهبان، لأن هيدي ثالث مرة الرهبنة بتبعتني على الرسالات. هاي ثالث مرة، أول مرة بفنزويلا، بعدين المكسيك، وهلأ على الأرجنتين. دايما الهدف هو ننبش على عيالنا اللبنانية والمارونية، والواقع هو اللي منوصل يعني تحت نفتش عليهم ونخبرهم عن لبنان. قسم بيعرف وقسم نسي وقسم بيقول لك نحن مين. انا هلا مثلا بالارجنتين، بشمال الارجنتين اسمها ولاية سان ميغيل دي توكومان،
مار مخيل يعني شفيع الولاية بالتوكمان، هيدي الولاية قد لبنان عمرتين، 22,000 كيلومتر مربع، فيها 300,000 عائلة من لبنانيين موارنة ومن سوريين أرثوذكس، في كنيسة أرثوذكسية وكنيسة مارونية. كنيسة المارونية لها 100 سنة. حلو كتير. واحد قبل العام، نعم آخر مرة قبل العام يعني أبونا نعم طلّى هاشم وبركته، قبل نعم طلّى هاشم كانت زيارته حدث تاريخي ومفصل، يعني كانت نوعا ما الكنيسة شبه عم تتسكر بالقرار اللي أخذوا بمع مجلس المدبرين انه اعادة فتح الكنيسة والنشاطات. بلشنا هونيك مع العيال، بلشنا بفرق، عملنا فرق نشاطات من كل الانواع، والحلو انه بيتجاوبوا، والحلو انه بيتلفنوا لبعضهم وبيجوا، ومسافات مسافات طويلة يعني بلاد كبيرة. ما حدا بلش قبلك هونيك؟ ابونا سمون ما له دور؟ ابونا كرباج البداية كانت مع ابونا يوسف شعيا من بزعون، بعثوا البطرك الياس لحوايك سنة 1916، لأن أهله هونيك وعائلته هونيك من بزعون بيت شعيا، بعدنا اليوم بيجوا الأحفاد. أنا عم عيش هلأ مع ثالث ورابع جيل، الأول والثاني شبه يعني توفى، ثالث ورابع جيل هودي اللي بيخبروني عن بين وعن جدهم كيف اجوا بالبابور، وكيف هيدا ولدته أمه بالبابور، هيدا مات جدهن وجايين، واجوا عم يبكوا من الحكم التركي من الظلم التركي اللي كان موجود، وهجروا وقتها وفاتوا بتذاكر تركية مجبرين يعني، يعني تهجروا من بلادهم واحتلوا بلادهم واحتلوا اسمهم وهويتهم. فبقى بيت شعيا ابونا يوسف بلش هونيك بطلب من بطرك حوايك، وبالكنيسة هونيك في كتابات لبطرك حوايك كيف بيقول ابنائنا بالتوكمان واهلنا. بعد بونا يوسف اجا خوري نفاع وخوري شليلة، بعد منهم صلنا هون ل 1954 ابونا سمون حضرتك كان استاذنا كان استاذنا بتكسليك وقت اللي طلبوه انه يروح على الارجنتين. وصل على مندوسا، مندوسا كمان بالشمال بدها من في هلا بمندوزا ابونا اللي يمين من حييه وبنقول له يعطيه العافيه كمان الله يوفقه ابونا اللي بالتوكمان وصل ابونا بطرس كرباش. بونا بطرس بعشر سنين عمل هيكليه لرعيه، لان كانت كنيسه ما إلى التيتولو عنه صفه رعيه، هو جاب الخوريديكسيون بيرسونال دي روما من الفاتيكان، يعني هي عندها حق خاص سيوس يوريس هي بيقولوا للبروبيو. فبقى عملها رعيه وبلش بنظام الرعائي. حلو كتير. توفى الأبونا مات شاب يعني كان عمره 50 سنة تقريبا، بعد منه طلقت الكنيسة وأسسها، بعد منه إجا خيو بونا بولوس كرباج تمام، بعده عايش بأستراليا، زارنا باليوبيل، لأن هديك السنة من 2018 احتفلنا يوبيل الكنيسة 100 سنة. فبقى لان حجر الاساس كان 1918. حلو كتير. بس نحن وحدنا ولا في غيرنا من الرهبان المارونيين؟ رح كفي لك بونا يوسف. من بعد بولس كرباج اجا بونا مبارك سلامي، وبعدين بعد فترة كمان بونا مبارك عيش فترة طويلة لوقت استلم بونا الي راحة مندوسا، ورجعت رحت انا استلمت ببوينوس ايرس ساعتين بالطيارة. اول رسالة اجت اخوتنا الكريمية 1901 على ما اظن، هن كانوا بداية الرسالة ببوينوس ايرس، بس بالشمال هي رهبنتنا هي البطركية وبعدين رهبنتنا. حلو كتير. بيرجع رهبان مريمية كمان ببوينوس ايرس، عندهم كنيسة وعندهم مدرسة، كله ببركة واشراف سيدنا حبيب شمية يلي هو المطران الماروني من بعد شرب المرعي كمؤسس شرب عظيم، وترجم كل الليتورجية المارونية للإسباني.
هلا سيدنا حبيب هو مطران مواني بالارجنتين والدول المحيطه بالارجنتين، لان بيروح على تشيلي بيزور على الاوروغواي باراغواي. وعلاقتك فيهم كيف؟ الكريميه وال هن نحن عايشين جو الحلبي والمطران بتواصل دائما، وكل فتره شهر شهرين نلتقي او مننزل او منزور بعضنا، تنضل بجو انه عم نتعاون كلنا مثل عائله اكيب عمل، لان فيش كثير كهنه نحن بس قدام مثلا تكومان 300,000 عائله مارونيه حسب احصاءات الولايه، وفي كثير تزاوج مع عيال سوريه ارثوذكسيه من هون الجاليه بدك تضربها باثنين وبثلاثه والحاكم هو ماروني حلو من المعوش. بلش وقتنا يخلص، اذا بدك تحييهم بترتيلي بترتيلي بالاسبانيولي لحن معروف كمان. Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. جميل، أبونا شربيل، يسلم صوتك. خليلنا إياك. تسلم رسالتك. أنا بشكر محبتك ودعمك وتشجيعك. محا. إلى الأمام بشكرك وصلاتك وبركتك وعبيتنا من كل شيء، من كلماتك، من ثقافتك، من حبك الصافي الصادق، حبك صادق شفاف. محبتي لإلك كاملة وصلاتي لإلك كامل ودعائي لإلك كامل. أحبائي، كان ضيفي اليوم هذا الأب المبدع المبتسم الرسول الأب شربيل شاهين، وإلى اللقاء مع ضيف آخر من برنامج تحيات.